وللحديث عن الأوضاع المأساوية للنازحين وكذلك الاتجار بالبشر ينضم إلينا عبر الهاتف أو تنضم من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس، مرحبا بكم. منظمة أطباء بلا حدود حقيقة تدق ناقوس الخطر بشأن صحة النازحين العراقيين، لكن كيف تصفين الأوضاع الصحية للنازحين في العراق أستاذة إيناس؟ نعم، مساء الخير لكم جميع المشاهدين. يعني الأوضاع الصحية في العراق ليست أفضل حالا من الوضع الإنساني ككل في العراق. فعليا هناك قصور كبير في القطاع الصحي، وهناك يعني ما قمنا برصده من إغلاق لبعض المستشفيات وأيضا لشح لبعض الأدوية. هناك أمراض مزمنة الآن موجودة في العراق، ومرضى يعانون من هذه الأمراض ولكن لا يجدون الأدوية، مثل الأمراض تصلب الأعصاب والثلاسيميا، الفشل الكلوي. هناك أيضا إهمال طبي واضح من قبل وزارة الصحة، هناك استهتار في توفير المناخ الطبي والخدمات الصحية الملائمة، وانتشار للأوبئة في المستشفيات. يعني قمنا أيضا برصد إغلاق لمستشفى طوارئ محافظة السليمانية بسبب أزمة الرواتب وعدم التزام الأطباء والعاملين في المستشفى لمرتباتهم. أيضا مسألة عدم وجود أطراف صناعية والوسائل المساعدة والمساندة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم. هناك بحسب الأرقام التي تم رصدها، هناك 4800 شخص فقدوا أطرافهم بسبب الحرب في المصر لوحدها. يعني منهم 50 طفل. هؤلاء الأشخاص يعني لا يجدون الأطراف الصناعية التي تساعدهم في الاستمرار في حياتهم بشكل طبيعي. هناك 750 ألف طفل في الموصل أيضا يكافحون من أجل الحصول على خدمات صحية أساسية. وهناك انعدام فعلي للمرافق الصحية وأيضا المستلزمات الطبية. هذا الأمر كله يجعلنا أمام حقيقة واحدة، بأن القطاع الصحي في العراق هو بتدهور، وتبعا لذلك تتدهور حالة المدنيين، ومنهم من هو مهدد بفقدان حياته نتيجة هذا الإهمال. سيدة إيناس، يعني كما ذكرتي وكما ذكرنا في الأخبار، هناك 4800 فقدوا أطرافهم من ضمنهم 50 طفلا. هناك كما ذكرتي أيضا أن 750 ألف طفل يحتاجون لخدمات ورعاية صحية. لكن هناك معلومات أيضا ترد من قضاء بيجي، وهو أحد الأقضية التابعة لمحافظة صلاح الدين، تفيد بأن المراكز الصحية في المدينة تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية. هناك من يذهب إلى ويحمل المنظمات الدولية مسؤولية ذلك، هل تذهبين معهم في هذا التقصير سيدة إيناس؟ يعني أولا المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة العراقية. يعني الحكومة العراقية هي السلطة الشرعية وحامية المؤسسات والتي من ضمنها القطاع الصحي، لذلك لابد من التحرك على المستوى الحكومي لإنقاذ القطاع الصحي وتزويد المستشفيات والمستلزمات الطبية الكافية، تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. لابد أيضا من العمل الجاد على مكافحة الفساد وإنهاء الممارسات التي تستنزف موارد الدولة على حساب يعني قطاعات متعددة ومرافق متعددة في الدولة، مثل يعني القطاع الصحي يعني الضروري والهام لحياة المدنيين في العراق. وأيضا من ثم نأتي للحديث على دور المنظمات الدولية الغاثية مثل الصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود. هذه المنظمات الإغاثية فعليا أيضا هي مسؤولة عن تقديم الدعم المكمل لجهود الحكومة، يعني بحيث يعني يكون هذا الدور لسد كافة الاحتياجات للأشخاص الذين تضرروا من الحروب والنزاعات المسلحة في العراق. سيدة إيناس، لو انتقلنا بالحديث عن الاتجار بالبشر، يعني منظمة هيومان رايتس ووش تقول بأنه عملية الكشف عن هوية ضحايا الاتجار بالبشر هو انتهاك قانوني إنساني. هل فعلا ذلك؟ يعني عندما تخرج قناة فضائية وتكشف عن هوية ضحايا الاتجار بالبشر، هل هذا يعد انتهاكا إنسانيا أستاذة إيناس؟ يعني بالتأكيد الاتجار بالبشر هو جريمة يعني يعاقب عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهناك بروتوكول خاص بمنع وقمع الاتجار بالبشر. وأيضا يعني مسألة الاتجار بالبشر يعني تعتبر من الجرائم العابرة للحدود، والتي يعني يعاقب عليها يعني بأيا يكن
الوسيله او ايا تكون الاداه التي يستخدم فيها هذا يعني هذه او تستخدم فيها هذه الجريمه يعني. ولكن هناك نمط مختلف ربما في العراق من استخدام او يعني ارتكاب جريمه الاتجار بالبشر. فعليا هناك مشكله كنا قد اشرنا اليها كمرصد اورو متوسطي عندما بدات الحروب او بدات يعني المعارك التي سميت بمعارك تحرير يعني المحافظات من داعش. وهي يعني المشكله الاساسيه تتمثل بعدم انتشال الجثث من تحت الانقاض، وهذا الامر ادى الى تحلل تلك الجثث، بالتالي ادى الى عدم معرفه هويتها. هناك ايضا تاخر في قيام الطواقم بانتشال هذه الجثث، ولم يقوموا ايضا باحصائها، ولم يقم احد بتوثيق هويات تلك الجثث. هذا الامر يجعل من يعني الاتجار بالبشر وجريمه الاتجار بالبشر يعني سهله الارتكاب في هذا الجو، في ظل عدم وجود ايضا مساءله، في ظل عدم وجود يعني اي رقابه من قبل الحكومه على هذه الامور. لكن هناك من يذهب استاذه ايناس يقول بانه عمليه الكشف عن هويات الضحايا، ضحايا الاتجار بالبشر، هي ما الضرر في أن تخرج للإعلام لتعريف الناس بالحقيقة؟ ما الضرر في ذلك أستاذة إيناس؟ فعليا يجب اتخاذ بالبداية إجراءات قانونية قبل أن اللجوء إلى الإعلام. عندما نتحدث عن أشخاص تم اتهامهم بارتكاب جريمة اتجار بالبشر، هؤلاء يجب أن يحالوا إلى القضاء، يجب أن يحاسبوا، يجب أن يتم ضمان عدم إفلاتهم من العقاب، أن يكونوا عبرة لغيرهم بحيث لا يتم تكرار هذا الفعل مرة أخرى من قبل الأشخاص الآخرين. ومن ثم نتحدث عن يعني التسليط الإعلامي لهؤلاء لتلك الهويات أو هؤلاء الأشخاص. نحن نريد فعليا يعني الحصول على نتيجة فعلية على أرض الواقع تضمن عدم ارتكاب هذه الجريمة مرة أخرى. ولكن يعني إن قلنا بأنه في حال عدم الإحالة إلى القضاء ونشر صور هؤلاء الأشخاص أو الكشف عن هوياتهم، فهذا الأمر غير منتج، وبالنتيجة من الممكن أيضا أن لا يكون قانوني، لأنه عندما تتهم أنت شخص غير محال إلى القضاء ابتداء، يعني هذا الأمر يعد انتهاك ويعد تجريم لشخص لم يعاقب أصلا أمام القضاء. يعني لذلك فالأولى اتخاذ خطوات قانونية وقضائية تجاه هؤلاء الأشخاص قبل تسليط على هوياتهم إعلاميا. من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إيناس زايد، شكرا جزيلا لكم.